نحن كشعوب عربية دائما نحلم ونناشد بالوحدة العربية، ونحمل حكامنا المسؤولية عن تخاذلهم في السعي لهذه القضية. حسنا، أنا أوافقكم أننا كشعوب قد فقدنا الأمل في حكامنا، ولكن تعالوا لنختبر مدى أهليتنا كشعوب لتحقيق مثل ذلك الحلم، أو حتى خطوة في سبيل ذلك الحلم. إن من أهم ما يضجع كاهل المواطن العربي هو قوت يومه، وأهم ما يقوم الدول في يومنا هذا هو الاقتصاد. قضية اليوم هي مشروع اقتصادي وطني عربي تكافلي، وأسميته فخر الصناعة العربية عرب برايد. أريد منه أن نجعل المنتج العربي ذو الجودة والأصالة أن يتصدر مكانته في العالم حتى يصبح ماركة عالمية. والموضوع ليس بصعب لو آمنا بهذا المشروع وتكاتفنا جميعا لإنجاحه. من اليمن القهوة والعقيق والعسل والعنب والرمان، من فلسطين ولبنان وتونس الزيتون والعنب، من عمان اللبان العماني، ومن المملكة التمور، ومن الجزائر البرتقال ودجلة نور، ومن المغرب الزيوت الأرجان، من مصر أكبر أنواع البلح، ومن قطر والبحرين اللؤلؤ، ومن السودان قصب السكر واللحوم والصمغ العربي. العراق وسوريا وكل بلد عربي لديه ما يفتخر به من المنتجات العربية ومن خيرات الأرض. تخيل أن يكون لكل بلد عربي يوم احتفال سنوي لفخر منتجها الوطني يحتفل به في جميع البلدان العربية. تخيل أن يكون هناك دليل عربي مترجم إلى أهم لغات العالم، وبه أشهر المنتجات العربية وجميع الماركات ذات الثقة لهذا المنتج. تخيل أن يكون هناك جناح عربي خاص في المعارض الدولية وظيفته التسويق لمنتجات فخر الصناعة العربية عرب برايد. تخيل نفسك أن تكون مغرما بمنتج عربي معين، ومن خلال هذه المبادرة تستطيع أن تجد ضالتك في عملية البحث وسهولة التواصل، وتبدأ في تجارتك وتكوين مشروعك الخاص. تخيل أن تتوحد الشعوب العربية اقتصاديا وتدعم المنتجات العربية غير القابلة للتنافس في معيار الجودة مقابل المنتجات الأجنبية. أنا أخوكم وصديقكم محمد الخاشب من اليمن، أعيش في ماليزيا، أحب الشباب والشابات وحتى العجزة ذو العقول النيرة المنفتحين على الآخر بقلوبهم الكبيرة وابتسامتهم الساحرة.